طيب شكرا. في شي محمود؟ متأكدة من يلي عم تعملي؟ أنا عم بحكي هيك مشان مصلحتك. الغراب جابجي معقول بيستاهل التضحية منك؟ بيستاهل. أي ساعة بتطلع الشحنة؟ رح تطلع الشاحنات من هون على 2 بالليل. فاضي شوي؟ ليش خير؟ بكفي إنك توقع لي هون. هاي أسهمي، هاي كل العقارات اللي باسمي وسندات، هاي كل شي. رح تصير لألك بمجرد ما توقع. بعرف إنهم ما رح يعوضوك على اللي مضى، بس اقبلهم باعتبارهم مكان أبوك بالشركة. هاي وفيت بوعدي، هلأ صار دورك. وقع هون، بعدين كل واحد فينا بيروح بطريق. اتفقنا؟ أنا ما بدي منك شي بنو. لكن شو بدك قول؟ كل شي رح أملكه رح أجيبه بنفسي، مو بالصدفة والشيكات والسندات. بس مع هيك يسلموا لأنك فكرتي فيه. حبيبتي؟ بابا؟ خلصت الشغل؟ خلصت وكنت طالعة خير؟ يلا عندي إليك مفاجأة. شو هي؟ هلأ بتعرفي. يلا. يلا. تفضلي. تذكري كان عنا حوض سمك أحمر بوقتها، كنا نحط سمك ورق ونخليهم يسبحوا. معقول ما أتذكر؟ كنت تقليلي بابا إذا بتحبني خلينا نركب السفينة شي يوم ونروح لمكان بعيد. كنت حب أحلم كتير أنا وصغيرة بابا. وأنا كنت أنبسط بس تحلمي. أحلامك كانت تحملني مسؤولية. كنت حاول نفذ كل شي بتتمني. كان بدي ركبك السفينة كأول حلم. بس بعدين على قد ما أنا صرت غني على قد ما أنت بعدتي عني. حابب غير رأيي ونروح هلأ. لوين؟ إيه؟ عن جد؟ تسعة وعشرين أيار كمان؟ إيه. أنا برأيي خلينا نعمل شي ما عملناه لهلأ. نركب السفينة كأب وبنته وما ندوس اليابسة لعشرة أيام. بدك تلهيني بهالتذكرة على أساس تحقق لي حلمي وأنت تكمل شغلك بابا؟ برأيي لاقي طريقة أحسن من هاي. لا، ما بدي أني إلهيكي بنتي. أنا كتير جد بكلامي، بوعدك أني حقق لك حلم طفولتك الحلو. اليوم رح بعد عيلتنا عن هالشغل المشبوه. أنت عن جد عم تحكي؟ بنتي بتعرفي الشغلة ما بتصير بين يوم وليلة، بس لما هاليوم بيجي بوعدك نظف عائلتنا واسمنا من كل شي. وأنا لازم صدق؟ مشان الماضي ومشان الحاضر، ما بدي حس حالي مدين بأي شي لأي حدا مين ما كان يكون غير إلك.
أنا مدين لإلك يا بنتي بالحمل اللي حملتك يا وإنتي طفلة، وضميرك اللي ما قدرت تريحه واللي سكتتي عليه وما قدرت تحكي. بس لو كلفني الموضوع حياتي حاوفي. يا بابا ألف مرة قلت لك إنه ما تقول هذا الحكي بقى. اسمع، أنا حابة أعيش معك أنت ومع عائلتنا حياة صحية هادية بعيدة عن الهموم وكل مشاكل الدنيا، مو أكتر. ماشي ماشي مثل ما بدك، بوعدك اترك كل هالشغل بأقرب وقت وبعدين منطلع عطلة حلوة كأب وبنته. بس وعديني إنك رح تجي معي وقتها. بوعدك بوعدك، روح معك لأي مكان، لا تاكل هم. حلو حلو. انت شو عم تعمل؟ مو حلوه ريحتها، انا ما بحب ريحه الخل. مش الحال هيك او لا؟ هلا صار انفي عم يجعني. يعني انت ايمت رح تطيب؟ ما بعرف. ما تنام لانه انا بخاف من دونك. احكي لي شي بيضحك حتى ما نام. رح اتزوجك بكره بس نكبر، وقتها ما عاد نفوت الخل على بيتنا ولا حتى نحطه على السلطه. ولا السبانخ؟ ولا السبانخ. انت مثلي ما بتحبي الفلفله مو؟ ولا البامية. طيب والبازاليا؟ حاجة بقى جوعتني كتير. بس رح طيب عن قريب، وعد. وعدني كمان. وعد ما رح طول. يلا لكان خلينا نعيد من الأول. خل تفاح، سبانخ، كمان فلفل، وبامية، وبازاليا. هاي الزيت صار جاهز، رح حط البصلات هلأ بخليهم يتقلوا. تمام، كأنه كترت بصل شوي. تركون هيك عيارهم، الكمية صح. هلأ نرمين بتقلي رجعت تكتر بصل للأكل يا رفعت. ايه بابا بس لازم تكون تعودت. خلص لا تاكل هم، أنا بقلها بابا طبخ الأكلة ومو حلوة يأكل منه. حاجة تتحايلي علي، كل همك انه كل يوم احد تسحبي هالختيار من ايده وتفوتيه ليتعذب بالمطبخ. لا لا تزعلني عليك، شو هالتضحيه انه تقدم ساعه من وقتك لتطبخ لاولادك؟ هذا لاني اب مثالي كثير. والله ما بعرف يا سيد رفعت، بس كنت فكر قبل ما تعطيني وعد وترجعني من لندن، بدنا نعمل هذا البيت كل يوم احد مقابل رجعتي. بقدم روحي بس ضلي مقابلي. يلا حط البندوره. تفضل. رح حطهم كلهم. اوه والله شكله صار بشهي. صاير عم تخفي بشكل ممتاز. إيه لانه الشيف رفعت هو بنفسه عم يدربني. صرنا شاطرين بالطبخ معك؟ يعني هلأ منضمن إنه نلاقي شغل. شكراً كتير لك. ألف صحة وهنا. لو سمحت. جواته بصل، مو قدراني أكل منه. ليش بقى؟ كيف بدها تزبط بلا بصل يعني؟ مزبوط، ما في شيء اسمه بيت ببندورة بدون ما يكون معه بصل. دوقي أمي، صدقيني كتير رح تحبي. ما بدي حياتي، لأنه ما بطيق ريحته بنوب. لأنه البصل بمطبخنا عنصر جديد وغريب كتير. نرمين لسه ما عرفته، يلا بكرة بتتعودي. مم.
لعلق ما دقتي البيت بالبندورة اللي جده عمله يا فارتي الصغيرة؟ افتحت امك لشوف. يلا افتحت امك. فارتي الصغيرة شوف بنتك علي، لو نحن عم نطعميها ما بترضى. كل هاد من حبها لعمتها. لا اذا اكلتي بيعجبهم ولا العكس؟ عمتي لا تردي عليهم. ما رح رد عليهم. اخي بدي بارك لك، هالجيل الجديد باينته جاي بقوة. ايه صح، شو بدنا نعمل؟ بحياتنا ما رح نقدر نرضي نسوان هالبيت. سألي ابوكي فارتي، يا ترى نحن شو عملنا؟ هالحكي الي. هاد مزح مزح. شكلك مبسوط اليوم. ايه مبسوط. شكرا. صحة وهنا. اهلا وسهلا غراب، حماتك بتحبك، اقعد يلا. سبقتكم، كملوا اكلكم. كنت مبسوط وبطلت. شو صار معكم؟ شو الاخبار؟ مشي حال النقله؟ وصلت بدون مشاكل، وكلها صارت بطيارات الشحن. برافو عليك، برافو برافو. على قليل اشرب شاي. اي بشرب. يا بيك شوفي بابا رفعت بيلجين. شو القصة؟ انت رهن الاعتقال. بس لحظة لحظة، شو السبب بقى؟ شو التهمة يعني؟ بالمداهمة اللي صارت الصبح تنضبط كمية كبيرة من المخدرات بالسيارات التابعة لشركتكم. بابا 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 غراب فيك شي؟ بابا؟ أنا منيح. لا مالك منيح، لازم تشوف دكتور فوراً. علي حكي الدكتور، ما فيكن تاخدوه هو بهالحالة هي. الأوامر هي. لك شو مو شايف وضعه؟ منجي على المخفر بعد شوي. خلص خلص أنا منيح تمام. شيلن لهدول، شو عم تساوي أنت؟ بعد هيك يلا كلب شو؟ لك اتركه بقى بكفي. من غير مشاكل لو سمحتي، وإلا بعتقلك بتهمة عرقلة العدالة. بابا هاتي ما رح اسكت. ماشي لا تخاف بابا. عليك هالشي بابا. بابا بابا حطوه بالسيارة. بوعدك رح طلعك منها، انا معك بابا بوعدك. عليك هالشي اهدي بابا.
غراب اهدى اهدى، انا رح ضل جنبك دائما، ما رح يصير اي شيء. خلص اهدي بابا، بوعدك اني رح طالع بابا، لا تفكر بشي ماشي ديلا. يا علي خلص بقى. بابا ديلا. بابا 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 بابا. بابا حبيبي بابا بدي روح معك. لا خليكي هون ندى، ديري بالك عليها. خبروني شو بيصير. ديلا بكفي، رفعت بيلجين رح يدفع ثمن أفعاله بكرة المساء. الحرب بلشت بعد سنين انتظار، وهنين رح يعملوا جهدهم لإطالة ورفعت بأسرع وقت. ما رح أسمح بهالشي، رفعت لازم يضل بالسجن لآخر عمره. إيه، ومشان هيك لازم تعرف شو الخطوات اللي بعدها. بما أنك فتت بيناتهم لا توقف اللي بلشت فيه، بس انتبه ما تكشف أهدافك. تقصد ما واجه؟ خليك استراتيجي. ليك رفعت لسا ما فات على السجن، الصعوبة مو انك تعتقل هيك نماذج، الصعوبة تحاكمهم. خلينا نمشي. منيحة؟ تعي. وعك راسك. ديلا 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 ايه افتحي عيونك. بابا بدي روح لعند بابا. خدي اشربي رايحين. انتي مو منيحة، نروح على المشفى؟ لا منيحة، خلينا نروح لعند بابا بسرعة بسرعة. هلا أحسن؟ لا بعدو عم يتركوا لأبي.
اوعك تخلي حدا يشوف الطرد معك. والغراب ما يشوفه؟ هي لعبة لحتى تقدري تنقذي أمك. تمام حبيبتي؟ تمام. روحي يلا. شوفي ديلا، لقيت هدول سيدي. وقف ونزلني. ليه؟ لو سمحت وقف. ديلا لا تقرب غراب. حاجة تضايقي حالك؟ معقولة ينسى الناس اللي ظلموا أبوه؟ عقلك ما عم يستوعب هالشي؟ هو إجا لينتقم ونحن ناطرين شو رح يعمل فينا. فهمي منيح اللي عم قوله، هذا ما بيكون الغراب يلي بتعرفيه، هذا واحد تاني غيره إجا لينتقم منا، إجا ليصطادنا واحد ورا التاني. شو بدك اسألي؟ بجاوبك. غراب انت رجعت مشان تنتقم؟ ما رح اسمح لك. انت كنت ناوي تحطم عيلتي، ما رح اسمح لك. بدك تأذي ابي ووقف اتفرج؟ بأحلامك غراب، من اليوم ورايح أنا رح أكون عدوك الوحيد، وأنا هون قدامك. شو رح تساوي؟ إذا بدك تحاسب حدا فليكني قدامك، حاسبني. حسابك رح يتصفى معي أنا يا غراب. مثل ما بدك، لا تقولي. المفاتيح جوات السيارة، فيكي تروحي. تمام؟ احكي قولي. حاسة بخوف. من شو؟ من الحقيقة. سيارتك بتاخدها من عند الأمن؟ ايه، ما في مشكلة. رفعت بلقين لمشة من العيلة، هو رح يفوت على السجن وعلي رح يوقف بوشي، وما رح ياخد معي وقت مثل أبوه. رح وقع بينه وبين بورا، ولما بتنهار عيلة بلقين ديلا رح تنهار معهم أكيد. منيح انت؟ لا تبكي. لما بينزلوا دموعك بحس نار عم تحرق جواتي. تمام، خلص ما رح ابكي. ما عم بقدر وقف. أنا منيحة، نحن مناح، رح نكون مناح بابا. إيه أكيد، بس إذا انهرتي رح انهار. أنا بدي أسألك سؤال تاني بابا، يا ترى الغراب له علاقة باعتقالك؟ ممكن. يا الغراب يا بورا اللي عملها.
بورا كمان؟ يمكن، لأنه أنا جبرته يشتغل مع الغراب بالعملية. هو حب يعاقبني بس بطريقته. في حدا ورا اللي صار، حدا نصب لي هالفخ. الأهم من هاد إنه ما عاد في حدا يحميني. ما دام إنهم اعتقلوني ووصل هذا الموضوع لهون وبإهرام إدفار غض النظر، معناتها هو تخلى عني، وإلا ما كنت هون. بإهرام مين بابا؟ الاسم يلي بالقمة. بدون موافقته ما حدا بيقدر يفوت على عالمه أو يطلع منه. واضح إني صرت لحالي. بابا دقيقة وقف، مشان الله عن جد دماغي ما عاد جمع، ما عم بفهم شي من اللي عم تقوله. بنوب مين هاد بهرام؟ شو يعني ما حدا بيقدر يطلع من عالمه؟ أنت مع مين متورط بالضبط؟ قول. روحي شوي، دي الأهدي شبك. اسمعيني، مين اللي وقعني، الغراب ولا بورا؟ مو مهم هلأ أني أعرف مين الخاين بيناتهم. المهم هلأ كيف بدي أطلع من هون؟ أنا ما بوثق بحدا مثل ما بوثق فيكي. اسمعيني، أنت وبس فيك تطلعيني من هون.